بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ارتأت لجنة الخدمات الاجتماعية بمعية كل أعضائها لاغتنام من عد واحد إنسان خير كان عرض علينا بيعطينا مرور تعقيم عندما يقابل المريض أو العامل. هناك تقنيات يشارك يمر المريض يحبس في إطار مكافحة كوفيد 19. نشكر كل من شارك في هذه العملية والسلام عليكم. ما هي الرسالة اللي تقولها للمواطن المسعد؟ التزم بيتك. شكرا.